نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا سياسيا بعنوان التنسيقية والحوار الوطني. ناقش الصالون مقترحات أعضاء التنسيقية في المحورين الاقتصادي والاجتماعي، ذلك خلال جلستين الأولى تناولت عجز الموازنة وريادة الأعمال ومعوقات الاستثمار، فضلا عن الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. أما الجلسة الثانية تناولت المحور المجتمعي، ناقشت ملفات تجديد الفكر الديني والاهتمام بقصور الثقافة والحفاظ على الهوية والصحة النفسية، بالإضافة إلى التعليم. أهم ما تم مناقشته من محاور، طبعا في مجموعة من المحاور الاقتصادية المهمة جدا التنسيق اشتغلت عليها الفترة اللي فاتت خلال جلسات الحوار الوطني، وتم تقديمها كان على رأسها شراكة القطاع العام مع القطاع الخاص وتعميق الصناعة والزراعة، ريادة الأعمال، الدين العام، ترشيد موارد الدولة، تقليل الإنفاق. كل دي محاور اقتصادية اتناقشنا فيها النهاردة، ويعني دي كانت أولويات الحديث النهارده. الدعوه للحوار الوطني هي لحظه تاريخيه مرت بيها مصر، مش بتحصل كتير في التاريخ، زي يكون في حوار يجمع كل التيارات السياسيه والافكار المختلفه والتيارات المجتمعيه والقوى المجتمعيه للنقاش حول تراتبيه وأولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة. ده ألقى بمسؤولية على أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. استعدينا خلال العام الماضي كله منذ دعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار أسرة مصرية للحوار الوطني، إنه يكون في العديد من المشروعات والأطروحات والأفكار القابلة للتنفيذ. الظروف الاقتصادية العالمية اللي احنا بنمر بيها والرجعة لعدة تداعيات الحقيقة عالمية هي بتأثر طبعا على الاقتصاد المحلي أيضا الدولة المصرية. جات من هنا أهمية فكرة تعميق الصناعة، خاصة وأن القيادة السياسية للدولة المصرية بتدفع بهذا الملف بقوة. الحقيقة إن إحنا عجز الموازنة بالنسبة لنا، يعني إحنا حققنا تقدم كويس، إن إحنا من غير الفوائد وسداد الالتزامات الدولية إحنا الإيرادات تزيد عن المصروفات العادية، لكن إحنا طبعا عشان نعمل استثمارات ونحاول نعمل بنية تحتية ونعمل مشروعات جديدة ده بيستلزم مننا الاقتراض. الحقيقة الحكومة يعني كانت اقترضت فترة من فترات بالاقتراض قصير الأجل، لكن قدرنا ان احنا نعدل هذا الطريقة ونوصل لأطر جديدة للاقتراض زي السكوك السيادية، ودي مدتها أطول وفايدتها أقل.